السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم يا شباب بفيديو جديد عن كيفية تنصيب شبكة صيد الحسوم بطريقة ناجحة وصحيحة 100%. عندنا بعض الأدوات يا شباب مثل ما أنكم شايفين، بعض الحديد لتثبت الشبكة بشكل شبه قوي لحتى يكون بطريقة ناجحة، وعندنا هالمطرقة كمان، وعندنا هدول القطعتين الخشب يتركبوا على هدول القطعتين الخشب الثانية لحتى يصير هيك مثلا يقوم بشكل صحيح. ناخذ الشبكة يا شباب بهالطريقة هاي مثل ما تشوفون، هذه الطريقة الصحيحة، نخلي الشبكة بشكل مستقيم هكذا، ناخذ هالشريط هاد ومن ثم نظبطها يا شباب بشكل صحيح، وعندنا هاي ليتثبت فيها حديد هيك، نظبط الشبكة بشكل مستقيم، وعندنا هالحبل هاد بيجي هيك. وهون جبنا يا شباب بعض الحديد والمطرقة حتى نثبت هذه الحبل مثل ما تشوفون بطريقة صحيحة يا شباب، خليها تكون مستقيمة ومشدودة بعض الشيء. هاي صارت جاهزة مثل ما تشوفون. ثم نأتي بالخطوة الثانية، وهي نجيب حديد مشان هاي الفراغات ليتثبت الشريط مشان ما يروح الحسون من تحتها بهذه الطريقة يا شباب مثل ما انكم شايفين. هاي صارت جاهزة مثل ما تشوفون، المشدودة، ونجيب واحدة كمان لهون. مشان وقت نسحب الشبكة ما يجي الكل سوا. ونجي نكمل هاي كمان يا شباب. ناخذ المطرقة يا شباب وبعض الحديد. ونثبت هاي كمان ثاني يا شباب من اجل تكون هاي المشدودة بطريقة صحيحة. هلا يا شباب الشبكة صارت شبه جاهزة مثل ما انكم شايفين، ما شاء الله طريقة صحيحة. الخطوة الثالثة يا شباب نشيل حلها بالحبل هذا ثم نشدها بطريقة صحيحة مثل ما انكم شايفين يا شباب هكذا، نشدها شوي بعض الشيء. بعد ما نشدها يا شباب بدنا نثبتها بحديدة طويلة شوي. طبعا وقت انت تجيب الشبكة يجي كلها الاطراف معها مثل ما تشوفون، نسوي فيها عقدة حتى ما تفلت من الحديد بشكل صحيح وقوي. وهي صارت جاهزة مثل ما تشوفون، صارت جاهزة مشدودة. هون راح نروح للخطوة الثانية يا شباب، شوفوا هون شلون هلا بس نشدها شوفوا شو راح يصير. شوفون يا شباب، شوفون شوفون كيف ترتفع مع بعض. هلا راح نثبتها بطريقة صحيحة مشان تقوم مع بعض الشبكة. نجي لهون مثلا هكذا بطريقة صحيحة يا شباب مثل ما تشوفون.
تكون يا شباب؟ طريقة صحيحة من هون. طريقة صحيحة نشد من هون، نجيب حديدة كمان طويلة يا شباب من أجل تكون صار تمام يا شباب، عيرناها بشكل صحيح. صارت مشدودة. صارت مشدودة بشكل صحيح يا شباب. نشيل المطرقة، نظبط الشبكة هون، نعيرها بشكل صحيح، نشيل هدول الشغلات من هون. عندنا ثاني شيء يا شباب، الحبل الطويل مثل ما تشوفون طولها 26 متر طول هالحبل. لا تسحبها، لا تكون بعيد من الضحية. نربطها بهالعود يا شباب مثل ما تشوفون، نربطها بهالعود. نربطها بشكل صحيح يا شباب حتى ما تفلت. هلا يا شباب صار وقت نجرب الشبكة بشكل صحيح. طبعا وقت انت تمسك الحصون تشيل بعض الشوك وتحطه هون قدام، وقت يجي الحصون يجي عليه على الشوك، وانت تسحب الخيط الطويل مثل ما تشوفون، يروح 26 متر هيك شيء، من 25 ل 26 متر او 27 ما في فرق. صار هلا لازم نجرب، وهلا راح نجرب الشبكة يا شباب. أفرجيكم العرض. يعني ما يفلت ولا حسون من تحتها. طريقة ناجحة كتير كتير. وبتشكركم على المتابعة يا شباب، دمتم بخير.